بونسوار، اخباركم ايه يا جماعه؟ معاكم مس محمد الجواري، طالع عشان اكلمكم واقدم لكم اهم نصايح عشان تقفل ماده الفرنسي. اول حاجه، الفرنسي ماده سهله وبسيطه، مش محتاجه مذاكره تماما، ولا محتاجه درس، ولا محتاجه اهتمام، ولا محتاجه كتاب خارجي، ولا ملزمه، ولا اي حاجه. انت يا باشا بالحب كده هتقفل فرنسي. جالك قطعه، هتقرا القطعه بقى، سواء تقرا انجليزي تقرا فرنسي مش فارقه كتير. يولا ماري سيريل ولا سيرايل، جي باسس من كونجي افير دي كورسز دان لسنتر فايل افايك ميزامي. هتبدا تشوف بقى البيرسونز دول مين البيرسونز، دور على البيرسونز، هتختار. لو اخترت ما بين حاجتين يعني حادي بعيد هتوصل الاجابه. اوكي، الجمله الثانيه نفس الكلام، سيرايل فيت دي كورسز افيك. شوف بقى فريرز ولا كوباينز ولا كوزاينز، دي هنا فين هتوصل ليها. القطعه كده كده انت بتقفلها ببساطه من غير مذاكره. القطعه الثانيه نفس الكلام، اللي عداك من الاولى هيعديك من الثانيه، ده كلام منطقي يا جماعه، واحنا من غير حاجه هنوصل. طيب بالنسبه لسؤال المواقف، اللي يقول لك السؤال للسيتياسيون او الموقف ده صعب جدا، انت هنا بيقول لك ايه؟ بور دوموندير اتينراير دي ستاسيون دي ستيشن دو مترو. هتشوف كلمه ستيشن دي فين، ستيشن ولا ستاسيون، مش فارقه كتير، هتلاقي في تشابه ما بين الجملتين. هنا في ديجويزمنت، هنا في ديجويزي، فتختارها مع بعضها. هنا في كلمه فات حفله، هنا في كلمه فات حفله. طب لو ايه فات وفات وفات، عد كده يعني حادي بادي هتوصل للاجابه ببساطه. كنت متاكد وصاحبك مش هيسيبك، الاخوات مع بعض، انتوا اخوات واصحاب، شيلوا بعض. بالنسبه للقواعد الجرامير، انت هتشوف اسم شخص لوك، لوك ده ولد، هتشوف بقى الفعل، دايما الفعل الصغير بتاع الولد والفعل الكبير بتاع البنت، كلام منطقي. جولي هنا محتاجه اداه معاها، الاداه بتاعت البنت اللي في اخرها حرف الاي، الاي هتلاقي الاداه اللي في اخرها ايه نفس الكلام. الميسيو بتاعك ده اكيد جملته هتنجحك لوحده، ده بيحبك. طيب بعد كده انت في السؤال المقالي، الميل والسوجي، انت يا باشا متعود طول عمرك بتكتب ده تاني، هنا بتاخد الدرجه. بالنسبه للمقالي ما تحفظش كلمات ولا تهتم بيه ولا اي حاجه، دور على القطعه وانقلها في السؤال المقالي. وبعد ما تسمع كل النصائح ديت، اوعدك ان انت هتقابلني دور تاني في الصيف، وهتعيد الفرنسي مره واثنين وثلاثه، لان الفرنسي مش كده، الفرنسي ماده محتاجه اهتمام ومتابعه، وماده جميله جدا. كنت معاكم مس محمد، اوعى تسمع نصايحي في الفيديو ده، اسمع نصايحي في الفيديو اللي جاي. استنوني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشطر اب، تعليمك بقى اشطر.